الاتحاد السكندري، الناس تفائلت جدا بوجود حضرتك، والناس دايما عندها ثقه في وجودك. عملت كل حاجه في الجيم، ودايما الكوره ورقه وقلم، او ساعات ما تبقاش ورقه وقلم. بالورقه والقلم فريق كويس، استقرار مادي، جهاز فني على اعلى مستوى، الدنيا ماشيه بشكل جيد. ثم الاتحاد السكندري بيجهز اول الموسم ان هو يخش المربع، يبقى في مكان متقدم. بدايات قويه، بطوله العربيه نتائج اكثر من رائعه، في كاس مصر الاتحاد موجود والاتحاد ينافس على الهبوط حتى الثواني الاخيره. بتزعلني الكلمه دي قوي، بتزعلني كلمه ان انا الاتحاد يقعد يعني ويبقى ان هو نجا من الهبوط. كلمه بتجرحني انا بصفه شخصيه، يعني راجل محب للنادي ومخلص للنادي، فلما اشوف نادي الاتحاد ان هو ينافس او انه يستنى اخر ماتش، ده مش نادي الاتحاد. والدلاله على كده زي ما حضرتك قلت ان احنا كمستوى السنه دي افضل من سنوات كتيره جدا. طبعا اجهزه فنيه، يعني حتى بدايات مع الكابتن محمد عمر في اول الموسم، ومحمد تملي يعني انا بقول ان هو يعني من الناس اللي هي بتحب ناديها قوي ومخلص لناديه جدا. وتاني مره او تالت مره لما بنادي الكابتن محمد عمر تملي، الراجل بصراحه بيلبي هذا الكلام. كابتن حلمي طولان وكابتن وليد صلاح الدين وكابتن حلمي طولان بصراحه يعني الناس انها تتكلم بقى او تسيء لشخصيه زي كابتن حلمي طولان، لا، حلمي من الناس اللي هي بتدي كتير جدا للكره المصريه، وراجل مخلص جدا في عمله. الناس تتفق تختلف معايا في طريقتي، ولكن انا بقول كلمه حق ان هو راجل فعلا بيأدي تدريبات اكثر من رائعه، متفاني جدا في شغله وهو الجهاز الفني المعاون. ولكن نادي الاتحاد قابله سوء حظ غير عادي، غير عادي. انا يعني ماتشات نادي الاتحاد ما يخسرهاش ابدا، ودلاله على كده بنفس الجهاز الفني ده، انت كسبت اهلي، كسبت زمالك، طلعت الزمالك من بطوله كبيره زي بطوله عربيه، الاهلي تكسبه في مصر، بعد كده قبل ماتشات كلها صعبه وكلها عملت فارق معاك، تكسب انبي في القاهره، دجله، الانتاج، الجونه في الجونه، ولكن في الاخر الناس بتشوف النتائج. نتائج نادي الاتحاد في الاخر مش هي دي نتائج الاتحاد كان يعني ان انا كنت اتوقعها ابدا، ولا انا ولا مجلسي. عملنا شغل اكثر من رائع، ولكن في الاخر انت حضرتك بتشوف الناس بتقيمك تقييم ساعات ما بيبقاش عادل. انا بالنسبه لي ما بيبقاش تقييم عادل، ان انت بتحاول تعمل حاجه. انا شايف ان احنا نقلنا نادي الاتحاد نقله كبيره جدا خلال الفتره دي، بقى ليه صوت حتى عربيا وافريقيا، الناس بتتكلم عليك حتى في الدوري المصري. حضرتك كنت يعني شاهد على هذا الموضوع كابتن سيف، وشفت نادي الاتحاد اداء مبارياته ازاي وشكل محترم، ولكن الناس بتاخد بالنتائج. نفسي ان انا انسى هذا الموسم، ونفسي ان انا، ولكن في الاخر انا عاوز اقول ان ما ينفعش المجهود اللي بيتعمل ده الناس انها تنساه في لحظه. زي ما انت شلتنا او شلت الجهاز الفني او شلت الناس اللي موجوده في وقت المكسب نادي الاتحاد مع الزمالك او من الانديه دي، الترجي التونسي، ماتشات كلها اكتر صعبه جدا يا كابتن سيف، ولكن في الاخر الناس بتبص في الاخر على المحطه الاخيره. المحطه الاخيره نادي الاتحاد انا ما كنتش حاببها ابدا ولا حابب ان انا اشوفها، ولكن كلنا مشاركين في هذا الموضوع، كلنا مشاركين كاداره، مشاركين كجهاز فني، مشاركين كلعيبه. وانا ما اقدرش ان انا يعني ابعد نفسي على هذه المسؤوليه، ولكن في الاخر عشان انا ربان هذا 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 الفريق او هذا النادي، لا، انا المسؤول، بتملي انا المسؤول قدام الناس على الاقل، ولكن في الاخر ضميري مستريح ان انا بعمل حاجه كويسه لهذا النادي.